بان كيك بالموز والكاكاو. خلونا نشوف شون سويناه. نبلش بالمقادير: حبة موز، كاكاو هرشيز اللي هو سيمي سويت، نكهة الفانيلا، كوب طحين، زبدة، قفشة شاي بيكنج باودر، وقفشة شاي بيكنج صودا. الحين شفنا المكونات الجافة اللي هي الدراي انجريدينت. خلينا نشوف شنو هي المكونات السائلة. What ingredients؟ عندنا حبة بيض وكوب حليب كامل الدسم. نرجع نذكر المقادير: عندنا كوب طحين، نص كوب كاكاو هرشيز، حبة موز، وقفشة شاي بيكنج باودر وبيكنج صودا. نضيف مكونات السائلة على المكونات الجافة اللي عندنا ونخلطهم زين. بالنسبة حق الزبدة، في عندنا خيارين لها: يا أن ناخذها ويا باردة نفركها مع الطحين، يعني نحطها مع مكونات الجافة، أو أن احنا نسخنها بالمايكرويف ننطرها على ما تبرد عشان لا تطبخ البيض، ونحطها مع الوات جريديت، والكمية راح تكون 20 جرام. إذا كان القوام عندنا أثقل من كذي، نقدر نسوي نقدر نضيف قفشة طعام واحدة حليب كامل الدسم. إذا القوام كان أخف من كذي وايد صاير ماي، نقدر نضيف قفشة طعام طحين لحد ما يضبط معانا القوام. ندهن المقلة دهن خفيف، وأنا أحب أستخدم كوب مقاس ربع أو ثلث علشان أصب فيه البانكيك على المقلة. نتركه على المقلة بحدود الدقيقة على حرارة المقلة، طبعا نار خفيفة، نتركها بحدود دقيقة لدقيقة ونص بس نشوف فقاعات فوق، نقلب البانكيك. كله طبعا يعتمد على حرارة المقلة، بس أنا أنصح بنار خفيفة. وقت القلبة أخليها بحدود 30 ثانية. وكذي تكون البانكيك جاهزة. نتأكد إن هي مستوية من كل جهات، نشيلها من المقلة على الصحن. كذي تكون البانكيك جاهزة. أحسن طريقة للتقديم هذا البانكيك هو مع زبدة الفول السوداني والميبل سيرب، هذه أحسن طريقة. علينا وعليكم بالعافية، وإذا عجبكم المقطع لا تنسونا باللايك والسبسكرايب على القناة.